السلام عليكم. هذا مشروع تاع القرض الشعبي الجزائري السي بي ا كريدي بوبيلار الجيريا الموجود في المنطقة نتاع الأعمال دي باب الزوار، ونشوف أنه يعني نسبة الإنجاز تقارب 80 أو 90%. الواجهة الخارجية انتهت، ويعني وتبقى غرق عملية التجهيز تاع المكاتب والعمل تاع الداخلية يعني. إذا ونشوف شكله يعني جميل، والمنطقة هاي كلها فيها يعني كتير من المشاريع انطلقت، فيها حوالي 5 أو 6 مشاريع تاع مقرات جديدة انطلقت في الآونة الأخيرة في الأشهر الماضية. سوف نوفيكم بكل تفاصيل المشاريع هذه على يعني في المستقبل مشروع بمشروع. وهنا نلاحظ أنه مقابل المشروع تاع سيبيا هناك مشروع تاع البركة، بنك البركة اللي راه زاد الأشغال فيه، جزء من الأشغال زاد قريب يعني الانتهاء منه. هو الواجهة يعني تاع البنك البركة، سوف يكون فيديو ثاني آخر عليه. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.